حاسب استثنى على مهلك شوية يا بابا يا ظالم بقت لك يوم ولك ساعة حساب جاية واللي يدور على وية لا يعرض على يلا بقى بقى ايه رزق يلا مباشر لا لسه مش واقف لايف يا سلام لايف يلا من بعد ما تحل حبيب النبي انا هحكي يا مستمعين ده قصه فيها العبر حصلت بقالها سنين الله مع حمدي وافكار الاثنين ولاد عمي بقى والدنيا دي يا ما بهدلت حلوين الله الله عليك يا شيخ بهاء الشيخ مؤمن بيقول لاخوه شريف يا ابني سيبك من مشيك البطال ده وامشي في سيره حضره النبي استقم لان الاستقامه هي اساس الدين ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل في الاسلام شيء لا اسال احدا غيرك فيه قل استقم بالله فقل استقم بالله وقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم فما فيش احسن من الاستقامه يا ابني يوم يرد شريف على الشيخ مؤمن اخوه يقول له مالكش دعوه بقى بيا خليك ماشي مع دراوي الزمانيه والحد كده بقى وكفايه انا مش هشوقكم معايا اسمع يا حاضر ويايا ووحد المولى في علاك كان في راجل اسمه شريف الظلم عنده هوايه وكيف شريف وهو ما كانش شريف ده اسم خالي من معنان وكان لأخ اسمه مؤمن مؤمن وهو صحيح مؤمن والراجل اللي يكون مؤمن يؤمن بقى بما حكم الله غلب نصايح في شريف أخوه ولا فيش فايدة برضو يا بوش شريف ده طايش قوي معتوه شريف ده طايش قوي معتوه الله عليك يا شومان مش فرحته كده بهوى واحد